صفقة عملها نادي الزمالك؟ هو شركي اللي هو احسن صفقة عملها الزمالك السنة دي، وبرده عودة محمد عبد الغني برده هتضيف للزمالك يعني اضافة حلوة. يعني هو لحد دلوقتي فرجاني ساسي، يعني ما شفناش حاجة أقوى من فرجاني ساسي، أحسن صالح ألعاب في مصر وهو وعبد الله السعيد بلا منازع حارس مرمى. احنا شفنا آخر ثلاث مباريات في الدوري إيه اللي حصل لنا. بالنسبة لي كزملكاوي نمرة واحد شيكابالا، بعد يجي في المرتبة الثانية أشرف بن شرقي عشان يغطي مكان كهربا. والله أنا لحد دلوقتي يعني مش شايف لسه الصفقات اللي الزمالك جابها وكده. محمد ونجم وأشرف بن شرقي. ليه؟ لان الجناح الشمال اللي هو اللي بيلعب فيه كهربا خلاص مشي، فما فيش لعيب في الزمالك يقدر يعوض في المكان اللي فيه كهربا غير محمد ونجم، ده بيلعب في المكان ده كويس جدا. رجع مصطفى محمد راس حربة الزمالك، محمد عبد الشافي رجع باك شمال مع عبد الله جمعه. طب والناس الجديده اللي جت؟ الناس الجديده كويسه بس هم متشابهين.